مسيو شوكت حكى لي كل شي عن الحارة، وحكى عنك كتير مدام سعاد، حكى لي عن أهل بيته وعن الشام وناسا. أبو عسام حكى لك عنا، حكى لك عن عائلته. إيه؟ شو فيها؟ قلتي لي أبو عسام قديش ضل عندك في المستشفى؟ حوالي 4 شهور. أيوة، ومن شو كان عم يشكي دخلك؟ كان معه التهابات بالصدر من رطوبة السجن. يبعت لي حمى إن شاء الله. وأي سجن كان؟ كان بسجن أرواد. هي صحيح، أرواد. وبعدين نقلوه على المشفى العسكري، وأنا هنيك تعرفت عليه. كيف كانت صحته لما جابوه؟ للأسف كان تعبان كتير، بس نحن ضلينا عم نهتم فيه ونراعيه لحتى تعافى. الله يجزيك الخير يا أختي، الله يجزيك الخير. هذا واجب. شوكت كان مريضي وأنا لازم أطمن عليه. شو، وين الصبايا؟ ما حابين يعدوا معنا؟ يا مدلال، جميلة، تعودوا معنا. مرحبا. أهلين. أنت دلال؟ تعرفت عليك. أنا دلال وسطانية، في بوران أكبر مني وهي جميلة. جميلة. أهلين. أهلين. وأنا خيرية، مرت معتز. نعم يا عمو، شو في؟ شو صار معكم؟ ما بدك تغذيها المخلوقة؟ طبعا لك ابني، هذا واشي. طيب شو عاملة؟ عاملة كبة مقلية وكبة مشوية، ورح أعمل شوربة. بكفي، خليني روح جيب شي تاني. لك ما منلحق، ما منلحق، هعمل سلطة وفتوش كمان. طيب روح جيب نسوانية عونوكي. لا أمي، بالي مو مرتاح، الله يرضى عليك. طيب يا مو، شو فهمتي منا؟ خلط مشتك حكيها؟ والله يا ابني مالي عرفانة شو بدي أقول لك. ما حيبين معنا شي ليرجع أبوك بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. روح يا مروح. يلا يلا.